كده بيت احمد عرابي من جوه زي ما احنا شايفين كده السقف، وده مصباح تقريبا كده اللي كان بينور وقتها، مصباح اثري، ودي كده تقريبا الفرن. احنا طبعا بنصور من الشباك لان البيت مغلق حاليا، وهو البيت متهدم كده. ده تقريبا اثار للتصدعات في البيت. انا عضو جمعيه عموميه في جمعيه الزعيم احمد عرابي الثقافيه بهريه، واللي كان هدفها الاساسي من ضمن بنود اشهارها احياء ذكرى الزعيم احمد عرابي والمحافظه على تراث الزعيم احمد عرابي. احنا هنا بنعاني معاناه رهيبه جدا. بالنسبه كجمعيه عموميه، معلش عدد مخبله النشاط، ما فيش متابعه كلام من ده، نظر لوفاه الغالبيه العظمى من اعضاء الجمعيه العموميه ومرض رئيس مجلس الاداره ربنا يشفيه الاستاذ عزت مصطفى، الدكتور عزت مصطفى، لانه الراجل دوت شخصيه عالم من اعلام الحريه، راجل عمل دكتوراه في حياه عرابي، ويعني يعتبر كنز مدفون لحياه عرابي او السبب الاسود بتاع حريه لاحمد عرابي، لانه عنده كم كبير جدا على حياه احمد عرابي. احنا بنفكرنا نعمل متحف للمحافظه على تراث الزعيم احمد عرابي في جمعيه الزعيم، اولا لاثر لان الحريه تمتلك متحفين، اول حاجه متحف بيخضع للاثار الاسلاميه اللي هو منزل الزعيم احمد عرابي، اللي تحول بقرار جمهوري بالزعيم احمد جمال عبد الناصر بتحويل منزل الزعيم احمد عرابي الى متحف. المفروض ان المتحف دوت يحتوي على مقتنيات احمد عرابي، بس طبعا مفيش، لما حولنا اللي هو مفيش، حتى حولنا قدمنا مشروع بالفتره من ايام دكتور طب عويضه للجامعه ان هم يعملوا حاجه محاكاه زي الصوت والضوء في بيت احمد عرابي، بحيث تعمل ارتاك وجذب لاي سائح واي كلام من ده. حصل لشدة الاثار الاسلاميه، الدكتور مصطفى بصفته شخصيه مسؤوله عن الاثار الاسلاميه قال ان البيت محتاج ترميمات ومحتاجين متبرعين. طبعا انت عارف حياه الدوله مفيش ناس بتتبرع لحاجات زي كده. واحنا كمان كمجتمع وشعب ريفي مش محتاج، انا عايز حاجات تانية مفيده. كان في الحاج واسق رحمه الله عليه، كان ما كانش بيلبس عرابي ولا اي حاجه، ده الجد الاكبر للاستاذه وفاء، كان بيلبس الزي العربي وكده، وكان بيطلع بيمشي في مسيره كل واعلام الشباب والرياضه وشباب والاطفال وكلام لحد اللي ايه النص التذكاري او العباس التمثال، بروح عند المحافظه وبنرجع كدوره كده. بعد كده العمليه تطورت تدريجيا الى ان ايه تم عمل محاكاه للثوره العربيه بتنظيم ايه كفكره جديده اللي احنا حابين نعملها، ان احنا جسدنا الجزء الدرامي بتاع وقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في قصر عابدين للمطالبة بإيه؟ ببرود الثورة العربية. ومن هنا تم وقع عليا الاختيار إن أنا أقوم بدور الخديوي، نظرا إن أنا عندي خلفية قبل كده إن أنا عملت الدور دوت موجود. وكان بيشتغل معايا دور العرابي كان الحاج صبانة رحمة الله عليه. كل سنة بنبتكر في العملية عشان نجود فيها ونشتغل فيها. آخر حاجة حاج سمارة توفى، قعدنا ندور على بديل ليه اللي هو يعمل، جه عبد إبراهيم عمل دور، بس طبعا اللي فيه انتقادات كتير، هو راجل مش فنان أو مش ممثل، راجل كان بيتكلم جزئية بسيطة جدا كده، وراجل بسيط جدا، فالناس انتقدوا وقالوا المفروض لازم دوت، وكان فطبعا هي كوبي بيست او محاكاه، عباره عن مجموعه مخطوطات ومجموعه صور نادره لاحمد عرابي، تم تجميعها في حجره في جمعيه الزعيم احمد عرابي الثقافيه بمنزل الاستاذ عزت مصطفى في بيته، بتحكي تاريخ احمد عرابي من المبات من البلاد للمبات من البلاد للمبات، وبالتالي ده بيحكي كمان بيأرخ كمان، عمل كذا جزء في داخل المتحف دوت لكذا ثوره
بذكر حادثة دلشواي وثورة 19 ومجموعة لأن الجمعية جمعية ثقافية محبطة بحافظ على التراث. إحنا بقى بنناشد بقى إيه؟ نظر لأن المتحف الشرقية تم غلقه وتم قفله، إحنا ممكن حاجة والجمعية مقبلة مفيش نشاط، إيه المانع إن المحافظة تتولى أخذ المقتنيات زي ما أحمد عرابي ديت اللي هي أو الرفاه اللي موجودة عندنا في الجمعية ديت اللي بتحكي تاريخ أحمد عرابي دوت وتحط في بيت أحمد عرابي. هي أي لعب مجموعات مش مصنفة كآثار وكلام من ده، بس حاجات إحنا عملها فنانين عشان محافظة على التراث، وطبعا كل فن آثار ويعتبر آثار. أنا براشد المحافظة بعلاقاتها أو باتصال مع وزارة التضامن اللي تاخد الحاجة ديت تحطها في بيت أحمد عرابي، بدل ما بيت أحمد عرابي عبارة عن بيت بالطين ما فيهوش أي حاجة بتحكي عن أحمد عرابي. وكمان يا ريت بعد الحاجة ديت لما تتحط يتم عمل حاجة بعرض حاجة للصوت والضوء بتحكي الحاجة ديت. احنا الحاجات موجودة مكتوبة كخرايط وكلام ده في الوثائقي. كمان احنا مظلومين كمان ان احنا كل سنة مرارا وتكرارا وفي الوقت دوت ما بشوفش نشاط سواء اعلامي او صحفي او دراما او اي حاجة على احمد عرابي غير في الفترة دي. ليه احمد عرابي ما يتعملش في مسلسل، بمعنى مسلسل بقيمة حجم الزعيم أحمد عرابي يحكي تاريخ أحمد عرابي في حاجات فترة الناس وهو في الملفى الناس مش عارفاها عنه حاجة، بس في مؤرخين كتير عنها كده. في بعض أفراد أسرته اللي موجودة هنا واللي موجودة في اسكندرية واللي موجودة في القاهرة عارفين. ليه بعملش حاجة بحجم الزعيم أحمد عرابي؟ طب لو اتعمل عمل فني، مين رأيك الفنان اللي يقدر يقدم تاريخ أحمد عرابي؟ ككاركتر ككاركتر كشكل أقرب لأحمد عرابي حاليا من وجهة نظري الفنان أحمد ماهر. هو كان حمدي غيث وعبد الله غيث والكلام ده، بس ككاركتر موجود كفيزيكال أحمد ماهر. طيب أنت راشد المسؤولية النظر لقرية هرية، إحنا قرية التاريخ وقف عندها الجبل الزعيم. كل دول العالم بتحافظ على تراثها سواء تماثيل او حاجات مقتنيات فنيه او حاجات، ده بيعتبر تراث. انا حافظ على بلد مش يكفيني، انا لا يكفيني ان يتعمل محطه مترو باسم احمد عرابي، لا يكفيني انا كمواطن من قريه هريه، لا يكفيني اللي يتعمل متحف، انا عايز بدل المتحف اتنين وتلاته حاجه تؤرخ لاحمد عرابي. في جزئيه احنا ناسينها كبيره جدا احنا مش عارفينها كاجيال حديثه، الفتره اللي عاشها في البلفة ديت احنا في اجيال مش عارفين عنها اي حاجه، وما تيجي تدور على الكتب بتلاقي في حاجات كده وحاجات كده. وفي بعض الكتاب وبعض الصحفيين للاسف شديد اهالوا عرابي.